كده امشوا 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 يلا غوروا يلا كلوا كشوطه. بتفكر في ايه يا علوان؟ أنا نويت أعسلي على أبوكاتو ونخور ورا الورث والحجج بتاعة الأراضي والبيوت اللي فاتها أبويا الله يرحمه. أيوة كده فرحني، أهو أنت كده بقى راجل بصحيح. أمال أنا كنت إيه قبل كده يا بيت؟ كنت راجلي بس خوف شويتين. أنا عمري ما خفت من حد أبدا يا فهيمي، كل الحكاية إن مش عايز أنا وأخويا نبقى فرجة وشماتة للي يسوى واللي ما يسواش. طب هتعمل إيه؟ يلا قول. عثمان قال لي إن أبويا كتب له الأرض بيع وشاري، وأني متأكد إن هو كداب. والنبي ايه؟ توك ما عرفت انه كذاب. انا نويت اتفق مع الاستاذ ياسين الابوكاتو يشوف لي حل في الموضوع ده، هو راجل حقاني ومحامي شديد. ايوه كده فرحني، كده بقى انت ابو الرجاله. شو بس علوان ابو الرجاله؟ لا ده العوم ده علوان. في ايه يا حنان؟ خير؟ اني الحق علاني شفتك واقف كده قلت اما اجي احلي بقى. سيبيني في حال الله لا يسيئك. يوه يخيبك يا حسان، بقول لك احلي بقك يا ولد، تاني جايبه صوابع زينب انما ايه؟ هتاكل صوابعك وايدك ورجلك كمان وراها. انا مش جعان مش عاوز. يوه ده حلم يا ولاد ولا علم؟ حسان بيقول مش عايز اكل، يا دنيا جرى فيها ايه يا ولاد؟ الله مالك يا حسان؟ مالك حد يا ولد؟ يا حنان سيبيني الله لا يسيئك. يوه ده احنا يتامى زي بعضين، لا لقينا حد مبعبع معاه ولا صدر حنين حتى نريح راسنا عليه. اهو نصيبني، ربنا عايز كده. هو كل هم نبقى فيه نقول ربنا عايز كده؟ امال نعمل ايه يعني؟ قصدي يعني ان الواحد يقدر يعمل حاجات كتيره قوي، يعني يدور له على وليف، يتكلم معاه، يبعبع معاه كده يعني. هيدور عليه فين الوليف ده يا بيت؟ انا عارفه بقى يا اخويا. شوف انت استني بس يا بيت. يا حنان رايحه فين؟ يا اخويا لحسن ست راوية تستعوقني. تعالي بس يا بيت اما ادوق صوابع زينب دهيا. تعالي هنا وريني كده. امسك. انت اللي عاملاهم بجد يا بيت؟ ايه الله، دول صوابع زينب، دول صوابع حنان ام الحنيه. يوه مركني منهم يا بيت. ذوقي عمايلك. قلت لي دور على وليف برضك. يوه يا حسان ما تكسفنيش بقى. مش كنت تقولي من الاول يا بيت؟ لا اقول ايه يا حسان، انت هتقولني كلام ولا ايه؟ هات يا اخوي. انا بقول انك انت احلى واحده بتعملي صوابع زينب في الدنيا. تسلم ايدك. الله يسلمك. سيبيلي الطبق ده، هو انا هخلصه كله. يلا بالهنا والشفا يا اخوي. بالسلامة يا بنتي يا حنان. سلام. تسلم ايدك. النبي طيبي وغلباني. ليه عسر. يا مرحب كده يا علوان، ازيك وازاي ولادك؟ بخير الحمد لله، تعيش يا مندوب افندي. وازاي عثمان اخوك؟ حلو اخباره ايه؟ الاخوه من ساعة ما بقى عمدة ما حدش بيشوفه، يكونش كبر علينا. مشاغل بقى، ما انت عارف الدنيا تلاهي. بلا كلام، اللي بيحب يزور حد بيزوره. تبوك الله يرحمه كان كل يوم والتاني عندي هنا في المكتب. اي والله ما صوابع العيد مش زي بعضيها يا شيخ. ابوك الله يرحمه لما ابوه مات ما كانش بيتقطع عن اصحابه، وكان دايما يزورهم ويودهم، وفي المواسم ما يقطعش خيره عنهم. اشي قمح اشي رز اشي بط اشي وز، هي دي الاخلاق اللي بصحيح. ايوه والله، الله يرحمه ويجعل كله في ميزان حسناته. وقدر يا كريم. امين يا رب العالمين. بلغني يا اخوان ربنا كرمك بمولود كده من قريب، صح؟ ايوه صحيح، سبحان العطي الوهاب. وعملت له الفدو بقى بتاعه ولا لسه؟ لا ما عملتهلوش. لا يا علوان لازم تعمله، وما تنسانيش بقى بطبق فته الحلو اللي كده وتكتر لي عليه اللحمه. لحمه؟ ايوه. لا هو انت لساك فاكر؟ ده الواد خلاص كبر وهنجوزه. ربنا يحفظك ويحظه. طب يا سيدي، والخطوه العزيزه دي بقى جت فجاه كده ولا انت اللي قصد تيجي تزورني؟ انا يعني كنت جاي اسال على حاجه كده. خير؟ انا كنت جاي اسال على حاجه للاراضي والبيوت اللي فاتها ابويا الحاج الله يرحمه. ليه كفر الله الشر، حصل حاجه بينك وبين عثمان اخوك؟ ايوه ما انا عارفه، ديني وطماع وعينه ما يلهاش الا التراب. ابوك نفسه كان بيقول عنه كده، تصدق؟ ده ده يا عم ما حصلش حاجه، انا جاي بس عايز اعرف. يعني عايز تفهمني ان لا انت ولا عثمان انت لسه تعرفوا حاجه؟ ده كلام يا راجل، وجاي تسالني دلوقتي؟ ده ابوك ميت من يامي. يا عم انا دلوقتي جاي اطلب منك حاجه، هتعملها لي ولا مش هتعملها لي؟
طيب ما تتضربنش قوي كده، هعمل لك عشان غلط المحوم، بس بشرط تبقى توديني تحللي بقي توديني كده. ماشي يا سيدي، كل اللي تؤمر بيه، بس خلصني امال بقى الله لا يسيبك. يا سيدي حاضر، ما تتضربنش، انا نفسي اوعيك لان حكايه المرض دي بتعمل مصايب، وخصوصا بين الاخوات وبعضيهم، انا بنبهك اهو. هني محفوظ كل حاجه. الله ينور عليك، وريني بقى كده كل المحفوظ عندك. لا اوريك ايه؟ مش لما تحليلي بقي يا سي علوان. عارفه يا نظيمي، اني واني صغيره كنت امشي ادب برجلي على الارض، كان رجاله الكفر كلهم يتلهفوا علي، كنت بشوف ده في عينيهم، كنت امشي اوقف البلد كلها على رجل، وفجاه العمر جري بيا، كبرت. كبرت ده ايه؟ فاشر ده انتي ولا البدر في كماله. والنبي صحيح يا نظيمي؟ ايوه. طب امال عثمان ما بقاش متلهف عليا زي الاول ليه؟ ده اول ما اتجوزني كان يفضل ماشي في ديلي كده، اقول له يا راجل روح شوف حالك ومحتالك، يقول لي انتي حالي ومحتالي. واني جيت الدنيا دي غير علشانك يا حفيظي، لكن خايفه، خايفه للعمر يجري بيا وابقى لوحدي، خايفه ملقاش اللي ياخد بايدي، خايفه ملقاش اللي يسندني، خايفه الناس تنهش فيا وملقاش اللي يحوش عني. تعبت اني امشي في الكفر واني حاسه ان كل الستات بتتمقلص علي، منهم اللي تغزني بعيالي وتعيرني اني ما بخلفش، ومنهم اللي تخبي عيالها مني خايفه لعيني تحسدهم. اها، والنبي والمقام الطاهر اللي زرناه، لا تنولي مرادك يا ست الستات. يا رب يا نظيم يا رب، لحسن انا قلبي خلاص ما عادش متحمل، كل ما عيني بتقع على عيل قلبي بيوجعني وبينغصني بالقوي. ما انت خلاص رحتي للمقام واشتكيتيله، يبقى خلاص ربنا هيستجيب لك ان شاء الله. يا رب يا نظيمه، يا رب يسمع منك ومني يا رب.